حميدة فخري علي. كام سنة يا حميدة؟ 35. معاك كام ولد؟ 5. انت مطلقة؟ اه. بتاخدي معاش مطلقات؟ لا. طب ايه مشكلتك بالظبط؟ مشكلتي عايزة اي مساعدة. مش تاخدي اي معاش؟ لا. عيالك في مدارس؟ لا، عندي غير ولد صغير ده في سنة اولى. طب والبنت؟ والبنت ما دخلهاش، نفسها تخش. انت اسمك ايه؟ عمر محمد فتحي. امل عندك كام سنة؟ 10. نفسك تخش مدرسة؟ اه. ها؟ ايوه. طب ليه ما دخلتيش؟ ابويا دخلنيش. طيب انت ايه اللي محتاجاه يا حميدة؟ انا محتاجة سقف يعني، اوضة كده تلمينا، محتاجة حاجات كتير. بتناموا على الارض؟ بتناموا على الارض. اه. انت وعيالك؟ انا وعيالي. اه. مفيش اي دخل؟ لا فيش. طب عايشين ازاي من اهو؟ اي سبب مساعدة بتيجي من عند فضل ربنا. ابويا دكتور. تمام. طب حد فيكم تعبان او مريض او حاجة؟ لا الحمد لله، بنتي كانت تعبانة بس اهو خفت دلوقتي. خفت يعني مش هتعرفي تمشي خالص. خفت يعني. كل اللي طالباه انك بنتك تخش المدرسة. أوه. وسراير واوضة تعيشوا فيها. اه، وتحب التلاجة.